Please welcome one of the knights behind the success of this conference, Dr. Ahmed Kamali, Deputy Minister, Ministry for Planning, Monitoring and Administrative Reform at the Republic of Egypt, with his closing remarks. Good afternoon. Allow me to speak in Arabic because I think it is better to start the conference and to end it with our official language, Arabic. مساء الخير جميعا. أنا وإحنا كنا بنتكلم مع بعض ونقول على الجلسة الختامية قررنا أن يكون الجلسة قصيرة مش عاوزين تكون جلسة طويلة. أنا مش هتكلم كتير بصراحة، أنا بس حدي بعض كده من النقاط البسيطة. بداية أنا عاوز في عجالة جدا عاوز أحكي لحضراتكم حكاية المؤتمر، إزاي أن مصر استضافت هذا المؤتمر. البداية كانت في المنتدى السياسي الرفيع المستوى في 2018، كان في اجتماع مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور مراد وهبة، وتناقشنا في موضوع التقييم والنشاطات المختلفة بين مصر وبين الأمم المتحدة، وفتحنا احتمالية أو إمكانية تنظيم مصر هذا المؤتمر. ونظراً لأهمية، أكيد حضراتكم تتفقوا معايا، نظراً لأهمية موضوع المؤتمر وارتباطه بأجندة 2030، رقى فكر تنظيم المؤتمر لدى المسؤولين في مصر ووزارة طبعا التخطيط بترحيب شديد. وبالفعل احنا عشان نعمل الموضوع بطريقة مؤسسية تم تشكيل لجنة تسيير أعمال بين وزارة التخطيط والمكتب المستقل للتقييم. وكان على يعني الشخص اللي هو كان بيقود يعني الموضوع ده من الوزارة عندنا دكتور جميل حلمي، ولازم ان انا احيي دكتور جميل حلمي. على يعني الإدارة الكفء للمؤتمر من الناحية طبعا من ناحية الوزارة. ودكتور جميل حلمي ما بيشتغلش لوحده، واحنا في الوزارة عندنا ما بنشتغلش لوحدنا، هو الموضوع مش واحد، مش فرد، مجموعة عمل. وكان في مجموعة عمل قوية جدا بصراحة مع دكتور جميل حلمي، وانا يعني بحييهم وادعوهم ان هم يتفضلوا يقفوا عشان نحييهم. بصراحة المجهود الضخم اللي كان في فريق العمل ده ساهم ان هو مساهمه كبيره جدا في ظهور المؤتمر بالصوره التي تليق باسم مصر، لان دي حاجه مهمه جدا. انا لازم برضو احيي، هو مش موجود معانا وانا كنت متاكد ان هو جوجه الظروف يعني مرض كده، انا كنت متاكد ان سيادة اللواء المحافظ دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، يعني بصراحة كان مرحب ترحيب شديد بفكرة المؤتمر. احنا اتقابلنا معاه، انا كلمته في التليفون في البداية، مرحب ترحيب شديد بان هو ان المحافظة تستضيف المؤتمر. وطبعا حضراتكم شفتوا قد كده ان المحافظه والمدينه وكل الناس متعودين في انجاح
المؤتمر، وتحية فعلا ليه هو. طبعا لازم أحيي الشركة المنظمة، تعلم الشركة المنظمة للمؤتمر كان فيه تنظيم جيد جدا للمؤتمر. وطبعا دايما الدكتورة هاجر السعيد دايما بتدي كده تحية خاصة للشباب، وأنا بصراحة فخور جدا بالشباب اللي كانوا متطوعين ومنظمين للمؤتمر، فتحية كبيرة ليهم. أنا مش هنسى المترجمين اللي احنا أكيد تعبوا معانا في الجلسات المختلفة، فعلا مجهود رائع وتشكروا عليه، شكرا جدا لحضراتكم. طبعا يعني أنا بصراحة أول مرة كنت أزور الفندق كان من حوالي 5 أشهر، فندق عظيم وحاجة جميلة جدا، وأنا برضو إدارة الفندق فعلا ساعدونا مساعدة كبيرة جدا من النواحي التنظيمية وحتى المالية في هذا المؤتمر. فأنا بصراحة يعني الفندق وإدارة الفندق تحية برضو طبعا ليه. أجي بقى دلوقتي لي يعني زملائي من الوزارات المختلفة. احنا كنا سعداء جدا، واضح ان انا بزق بعمل حاجة، احنا سعداء جدا كان بتواجد المعنيين بالتقييم في الوزارات والهيئات المختلفة. احنا حرصنا في وزارة التخطيط ان احنا نكون كل الوزارات ممثلة، كلهم موجودين معانا، لان ده حاجة مهمة جدا، حدث مهم، حدث دوري، لازم ان المصريين يكونوا متواجدين معانا، وبالفعل كانوا متواجدين وحاضرين لورش العمل والجلسات المختلفة. طب وكمان انا لازم احيي السيدات والسادة النواب الوزراء على تواجدهم معانا، وطبعا النواب المحافظين على تواجدهم معانا ودعمهم لينا، شكرا لحضراتكم وشكرا لوجودكم معانا. تحية خاصة بصراحة للسيدات والسادة نواب الشعب اللي في البرلمان، حرصهم على تواجدهم معانا إيماناً منهم بأهمية المؤتمر ودعم ورسائله لدعم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030. أخيراً شكراً جميعاً لكل المشاركين والمنظمين، وتهنيني القلبية لنجاح، الحمد لله لنجاح المؤتمر، وإن شاء الله لكل الأخوة من كل دول العالم الموجودين معانا النهاردة، أتمنى إن حضراتكم تزورونا تاني في مصر قريبا لتستمتعوا بمصر وشعبها وضيافتها، وشكرا لحضراتكم. Thank you, Dr. Ahmed Kamali.